ولمناقشة ظاهرة استهداف الناشطين في العراق لا سيما بالمحافظات النفطية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. حملة اغتيال الناشطين الأخيرة تتم في الغالب تحت نظر الأجهزة الأمنية، برأيكم هل الأجهزة الأمنية متهمة بالتواطؤ في هذه الحملة الدموية؟ يعني الأجهزة الأمنية إما أن تكون ضعيفة أو متواطئة في قتل المتظاهرين أو الناشطين العراقيين. هذا القتل أمام أعين الأجهزة الأمنية أو قريب منها، وعادة القتلة يعني يأتون بسيارات مضللة وسيارات رسمية أو شبه رسمية في وضح النهار، وقتل هؤلاء هذا يعني إما تواطؤ أو ضعف، وفي كلا الحالتين هذا لا غير مقبول وغير ممكن لقوات أمنية يفترض بها حماية الشعب العراقي من القتلة. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقول إن سياسة الإفلات من العقاب شجعت على تصاعد حوادث الاغتيال، كيف ترون تعاطي الحكومة ببغداد مع جرائم الاغتيال التي تطال الناشطين؟ يعني احنا اليوم عندما نقول سلطة معناها قوة. نعم. السلطة معناها القوة، إذا كانت الدولة عاجزة عن تسمية القتلة وانتماءاتهم فهذا يعني أنه لا توجد سلطة بمعنى السلطة في العراق، بل توجد الدولة العميقة وميليشياتها تعتبر هي السلطة على الأرض. فتصور أنها الدولة لا تستطيع أن تسمي القتلة وانتماءهم، فكيف لناشط، فكيف للشعب أن يستطيع أن وهو أعزل أن يسمي هؤلاء؟ هؤلاء اليوم هم أصبحوا أقوى من الدولة، وعلى الدولة إما أن تبرأ ذمتها من الشعب وتستقيل، وإما أن تنتفض لدماء هؤلاء الأبرياء الذين يقتلون في وضح النهار وفي أغلب المدن العراقية. وهذا الاستهداف هو مستمر بالمناسبة منذ الانتفاضة وإلى الآن لم يتوقف، لكن يزداد أحيانا ويخف أحيانا حسب ما تقتضيه المصلحة للميليشيات وإيران. طيب إذا كانت الحكومة في بغداد متورطة في جرائم اغتيال الناشطين عدا الميليشيات والقوات الأمنية، برأيكم ما الغاية من ذلك وما هي المصلحة ولمصلحة من يتم كل هذه الاغتيالات أو تتم كل هذه الاغتيالات؟ المصلحة الحقيقية هي للحفاظ على هذا النظام الطائفي في العراق الذي تهيمن عليه إيران. اليوم علينا أن ندرك أن ما هي مطالب المتظاهرين. المتظاهرين لم يطالبوا بمطالب فئوية إدارية خدمية وظيفية إلى آخره، هم يطالبون بمطالب سياسية، يرفضون النظام السياسي الحالي الذي يعتمد الطائفية في إدارة الدولة، ويرفضون الهيمنة الإيرانية، يرفضون الفساد المستشري. فإذا هذا القتل هو لحماية هذا النظام، لأن هذه التظاهرات هي تستهدف النظام بكل رموزه وأحزابه. طيب ما هو تفسيركم لدخول نور المالكي على الخط بعد أن صرح بتصريحاته التي تحرض على التعامل بعنف مع الناشطين والمتظاهرين؟ يعني معروف عن نور المالكي طائفيته المقيتة، ومعروف عنه دمويته وتحريضه على القتل، وخاصة عن الناشطين الذين يهددون مصالحه السياسية والاقتصادية. نور المالكي بعد وصوله إلى السلطة ودفع ما دفع من ثمن قيمي، اليوم لا يمكن أن يسكت على المتظاهرين، بل هو المحرض الأول يعتبر للدولة العميقة والميليشياتها. أغلب هذه الميليشيات نشأت ونشطت في عهد المالكي الذي كان يقتل في المكون الآخر، لكن اليوم أصلا انتقل هذا القتل إلى المكون الشيعي الذي ينتمي إليه زورا نور المالكي، لأنه لا ينتمي إلى العراق كما ينتمي هؤلاء المتظاهرين. فأعتقد أنه نور المالكي هو المحرض الأول، ويدافع عن نظامه الطائفي من هؤلاء المتظاهرين الذين يحملون مشروعا وطنيا لكل العراقيين. طيب يعني أنت قلت أن الهدف من هذه الاغتيالات هو إسقاط كل صوت أو إسكات كل صوت يطالب به يعني الخلاص من هذه الأحزاب الفاسدة. إذا كان ذلك الأمر صحيحا، هل تعتقد أن استخدام العنف مع الناشطين والمعارضين واستخدام قوة السلاح مع الثوار سينهي الحراك ضد الحكومة الطائفية وأحزابها في ظل ما يعيشه العراق من خراب ودمار؟
أنا أعتقد القتل يؤثر على حركة الناشطين ويؤثر على حركة التظاهرات، لكن في المقابل أعتقد المتظاهرين لم يتنازلوا على عن مشروعهم الوطن الذي يحملوه، ولهذا السبب أعتقد أن المتظاهرين والناشطين سيقومون أو سيبدأون بعملية جديدة، وهي أعتقد ستكون حماية النفس، وهي بمعنى حمل السلاح من هؤلاء الميليشيات التي عجزت الدولة عن حمايتهم. وقد لاحظنا منذ أمس واليوم هناك ردات فعل من بعض الناشطين لحماية أنفسهم على هؤلاء على هذه الميليشيات، وهناك أصوات بدأت تدعو وتتكلم عن حماية النفس من هؤلاء من هذه الميليشيات المنفلتة. فأعتقد الأمور ستذهب إلى هذا المنحى، هذا ما أعتقده في المستقبل، لأنه لا المتظاهرين يتنازلون عن مشروعهم، نعم، ولا الدولة الطائفية تستطيع أن تغير من سياستها الطائفية والفساد المستشري في الدولة العراقية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.